من جانبه أكد مندوب فرنسا الدائم أمام مجلس الأمن على أهمية منع التنظيم من كسب مناطق جديدة في ليبيا وغرب إفريقيا وأفغانستان وجنوب شرق آسيا. ألحق بداعش هزيمة عسكرية حقيقية في العراق وشام في 16 الماضية وذلك بفضل التحالف الدولي. وصحيح أن هذه المجموعة قد فقدت هذه الأراضي الإقليمية إلا أن مكافحة داعش لم تنتهي حتى الآن. وعلينا إذن أن نواصل جهودنا بما في ذلك على الصعيد العسكري لوقف بناء حصون لا سيما في ليبيا وفي غربي أفريقيا وفي أفغانستان وفي جنوب شرق آسيا.